النهاردة قصتنا الدجاجة اللي بتبيض الذهب، بتروي الجدة حكاية لحفيدتها. بتقول كان زمان في قديم الزمان كان في راجل فقير جدا، كان بيعرف ربنا وكان بيدعي ربنا كل يوم ان ربنا يرزقه مال كتير وان يكون ليه ذهب. كان قانع بحياته جدا وما كانش ابدا متضايق منها، ولكن كان من حقه وكان بيحب ان هو يدعي ربنا كل يوم لانه كان انسان طيب وكان بيعطف على الفقراء والمساكين. وفي يوم من الايام كان معاه دراهم قليله جدا، قرر بيهم ان هو يشتري بيهم دجاجه. كانت الدجاجه دي صفراء سمينه وما كانتش بتشبه اي دجاجه من دجاجات القريه. كان فرحان بيها جدا وقال ان الدجاجه دي كل يوم هتطعمني من البيض بتاعها، وانا كمان هطعمها من طعامي وهتسليني وهسليها وهسقيها من مائي ولن ابخل عليها بالرعايه. في الصباح عثر في كن الدجاجة على بيضة ذهبية، فرح بيها جدا وما كانش مصدق عينه، حتى ان هو نزل بيها للسوق واشتراها منه الصايغ بمبلغ كبير جدا. ساعتها اتحسنت حالة الفقير ده، بقى غني وبقى معاه فلوس، اشترى بيت واشترى اساس جديد واصبح لديه الطعام والشراب بوفرة. بدأ ان هو يعتني بالدجاجة اكتر واكتر، وهي كل يوم كانت بتبيض ليه بيضة من ذهب. كان كمان بيعطف على الفقراء والمساكين وبيمدلهم يد العون. عمل كل حاجة وما تركش حاجة في نفسه الا لما حققها، ولكن السايغ اما شافه كل يوم بيروح له ببيضة من ذهب وبيباعها، بدأ السايغ ده يوسوس للراجل ويقول له انت منين بتحصل على البيضة الذهب دي بقى، وانا هجعلك شريكي وهشتري لك قصر وكمان هجوزك بنتي، وبنتي دي اجمل بنت في المدينة. الراجل في الاول رفض وقال انا مش ممكن ابدا ان انا اسيب الدجاجة بتاعتي الطيبة اللي بتحبني وانا بحبها، ولكن السايغ ده كان شيطان، فضل يغرغر بالراجل لحد ما بدأ الراجل الفقير قال للصايغ السر. ساعتها السايغ فرح قوي وقال له بس انت تسيب عندي الدجاجة دي وانا هعتني لك بيها اكتر واكتر، انت مشغول طول النهار وانت راجل ما عندكش اسرة، اما انا عندي اسرة وبنتي هتسلي الدجاجة، وكمان بنتي اللي انت عايزها عروسة ليك دي بتحب الدجاج كثيرا وعندها مجموعة من الدجاج، وهي هتطعمها بنفسها انضف الحبوب، وكمان هتسقيها احلى مية وهتستيقظ مع حركتها وصياحة في الفجر، واحنا عندنا كنة كبير فيه دجاج. وكانت ساعة مشؤومة ساعة ما الراجل الفقير او اللي كان فقير بقى ادى للسايغ الدجاجة بتاعته، وهي كانت مصدر الثروة بتاعته وسعادته. فضلت الدجاجة عند السايغ، وكان كل يوم السايغ يجيب بيضة للراجل القروي ويقسموها ما بينهم هما الاتنين. وفي يوم من الايام جه الرجل القروي الفقير للسايغ، لقاه قاعد يلطم على وشه وقاعد يعيط ويبكي. سأله الرجل مالك يا صاحبي فيك ايه؟ قال له الدجاجة ما بضتش بيضة النهاردة. ولكن بالطبع هو كان بيكذب وكان عايز ياخد البيضة كلها لنفسه. الرجل القروي قال له وما العمل؟ هنعمل ايه؟ لو كانت مريضة احنا يجب ان احنا نداويها، ولو كانت ادتنا كل اللي عندها من البيض الذهب فلازم ان احنا نحتفظ بيها عشان نعترف بجميلها علينا لان هي اللي كانت بتدينا البيض الذهب. ولكن السايغ كان راجل لئيم جدا فقال له لا احنا لازم ان احنا نرميها، هنستفيد ايه من فرخة ولا بتجيب لا بيضة ذهب ولا بيضة عادية. ولكن السايغ كان حاطط في نفسه حاجة تانية، هو قال بينه وبين نفسه أنا هذبح هذه الدجاجة وهاخد من جواها كل البيض الذهب اللي جواها مرة واحدة بدل ما أصبر وهي كل يوم بتجيب لي بيضة واحدة. ساعتها قال كده للفقير بينه وبين نفسه لا 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 احنا ايه مش هنحتفظ بيها، وهو كان عايز ان هو يقتل الدجاجة لوحده عشان ياخد كل البيض اللي جواها. وفعلا عمل كده وغدر بالدجاجة ودبحها، ولكن وقت ما دبح الدجاجة فتح بطنها ما لقاش فيها غير عقد البيض العادي وكان ابيض مش ذهب ولا حاجة. وساعتها السايغ ندم جدا جدا على اللي عمله لانه موت الثروة بتاعته وهي الدجاجة، وهي كانت كل يوم بتجيب له بيضة ذهب.
وما جه القروي تاني يوم يسأل على الدجاجة بتاعته، ساعتها السير اعترف له بكل حاجة. القروي زعل جدا جدا على الدجاجة وقال له انت لازم تستغفر ربنا لان انت غدرت بالدجاجة وهي كانت سبب الثروة بتاعتنا. انت لازم تستغفر ربك وانا كمان هستغفر ربي ان انا فرطت في هذه المسكينة. وساعتها الراجل القروي الفقير جمع ريش الدجاجة والباقي منها ودفنها بجنب بيته علشان يفتكرها دايما ان هي كانت سبب فرحته.